العام الموحد سبحان الله يغلب 1000 مشرك من العلماء المشركين. يعني يروى أن امرأة عجوز من بلاد نجد سافرت إلى بلد عربية، فامرأة هنا قالت له ما تبي نروح للولي الفلاني الحسين زين ونصلي عنده ونسلم. قالت له جد عندنا في السعودية ما سألنا من دون الله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما راح من القبر ونسأل من دون الله عشان أروح حق الحفيد. شوف ما تدعو إلا الله عز وجل، حتى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما تدعو الله عند قبر النبي، تسأل الله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جئت قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى مسجد يكفي، ماذا تسلم عليه، ما تروح عند القبر تدعو الله، وإنما الدعاء لله عز وجل. بل أنت وأنت ساجد في آخر أطراف الأرض أقرب في دعائك من أن تتعمد وتذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى قبر غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو الله، أقرب ما يكون عند ربي وهو ساجد. أكثر من الدعاء فقام أن يستجاب لكم. فالفطرة فطرة الموحد وإن كان عاميا يغلب فطرته وتوحيده الذي عرفه 1000 عالم من المشركين. وقد ذكرت لكم مرارا أن تلك الجارية التي ترعى الغنم وجاء الذئب وذهب بشاة ولطمها سيدها معاذ بن الحكم اسمه، أتى بها للنبي صلى الله عليه وسلم يريد عتقها، يقول آسف كما يأسف بني آدم، غضبت وضربته، يريد أن يعتق ماذا؟ رقبة مؤمنة. يختبرها النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. يعني هذه حتى رعي الغنم ما أحسنته، لكن تعرف أن الله في السماء وشهد لها سيد المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه، قال إنها مؤمنة. ويأتيك الآن دكاترة وبروفيسور وأستاذ كرسي ومش عارف إيه، مو عارف أين الله. يعني هذه بعد فطرتها، لأن هذه ترى الفطرة ومن مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من مدرسة إيش؟ المنطقيين والمتكلمين والقيل والقال والأسبة، فلا يعرف ربه أين هو، فتجده يقول كلام فلسفي ما له سلطان. يقول الله عز وجل لا فوق العالم ولا تحت العالم ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا قدام العالم ولا خلف العالم ولا عن يمين العالم ولا عن يسار العالم ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم. ايش النتيجه اللي لا 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 ايش هذا؟ يكون معدوم. ايش هذا اللي اعطني شيء احسن من وصف المعدوم بها بان يوصف بمثل هذا الوصف؟ ما هو المعدوم اللي لا هو داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا هذا المعدوم. فوصف الله عز وجل الذي هو العلي الاعلى المتعال بانه ليس اعلى من خلقه ولا فوق خلقه وليس الخلق دونه، ولذلك يعجزون على الجواب على السؤال الآتي، ولا أنت أين من الله؟ أنا ما أسألك أنا أين الله، أسألك أنت أين من الله؟ هل أنت فوق الله والله دونك، أم أنت مساوي لله، أو أنت دون الله وهو فوقك؟ إيش راح يخرج من عن هذه الأجوبة؟ اختار واحد من الأجوبة. إن قال فوق وتحت يعني أنت إيش أثبت أن أنت فوق وهو دونك. إن قال أنا مساوي لله الله يكبر عند الله، أنت مساوي لله، وأسوأ أن يقول الله أسفل مني وأنا أعلى منه. في هذه الحالة ليس أمامه إلا إن كان يريد الحق إلا أن يقول لا والله يقينا بأن الله إيش أخوان فوقي وفوق كل المخلوقات وكل من سواه هو إيش دون الله. الله هو العلي الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم.